ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، رضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه إلى يوم الدين. يشكو بعض الناس من أن الشيوخ أو طلاب العلم أو حملة الدعوة إلى الله عز وجل مقصرون وليسوا أهلا للمسؤولية، أو أنهم ليسوا على قدر الإعطاء المناسب للناس، بحيث يكررون كثيرا كلمات قد سمع الناس وحفظوها وعرفوها، أو ليس عندهم جديد يقدمونه، أو لا تراهم يجذبون الذين أمامهم ويشدونهم إلى طريق الخير. وهذه الشكاوى فيها شيء من الحق، وفيها شيء كثير غير صحيح. فأما فيها شيء من الحق فهذا أمر لا مغالطة فيه، والذي يغالط فيه مخطئ. كثير من إخوتنا طلاب العلم لا هم لهم إلا أن يقضي هذا الأمر الذي يعتبره عملاً وظيفة فيقوم به ثم يمضي، فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله إلا ينصرف إلى البيت أول الناس، لا يلقي للناس موعظة، لا يعلم الناس، لا يهتم أصلا بهذا الأمر، لأنه يعتبر أن هذا مجرد عمل يقوم به، فإذا ألقاه عن كاهله انتهى عنه كل شيء. وهذا في الحقيقة أمر موجود وضرره أكثر من نفعه. فإمام المسجد مثلا أو طالب العلم أو الشيخ هذا حامل دعوة عظيمة إلى الله عز وجل، ينبغي أن يكون ما استطاع إلى ذلك سبيلا قدوة حسنة لغيره، ليس بالمقابل لا نبيا ولا رسولا ولا معصوما ولا شيئا من هذا القبيل، ولكن ينبغي أن يجاهد نفسه ما استطاع ليكون مثالا حسنا للناس، فإن قصر فهداه الله تعالى. هذا من جانب. أما الجانب الآخر الذي ليس فيه حق، والذي كثير منه تهمة من الناس لطلبة العلم، فهو مسألة تتعلق بالناس جميعا. فلنسأل أنفسنا يا أيها الإخوة، وقد قرأنا آنفا في الصلاة قول الله تعالى حاكيا عن امرأة عمران: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما الذي نذرته هذه المرأة؟ نذرت أن تضع وليدها في خدمة دين الله عز وجل عند المسجد الأقصى ببيت المقدس. إذا أتاها وليد نذرت ألا تجعله في كنفها تحن عليه، وإنما يكون هذا الوليد خادما لدين الله في أرض القدس ببيت المقدس في عند المسجد الأقصى طول حياته. وكان ذلك في شرعتهم جائزا، نحن في شرعتنا لا ينبغي التزحد وترك الدنيا كلها. نذرت فلذة كبدها ولم يكن لها ولد، نذرته لهذا العمل الجليل. شاء الله تعالى أن تأتي هذه الآية وأنا أقرأها في الصلاة لتكون مرتبطة تمام الارتباط بما أسوق الآن من موضوعي. أسأل نفسي وأسألكم، كم منا يا أيها الإخوة ولكن صادقين مع أنفسنا، كم منا من إذا كان له ولد التمس منه مخايل النجابة؟ يعني بالعامي ما شاء الله ابن فهيم ذكي فضحل، إذا التمس من ولده مخايل النجابة قال كمثل قولة امرأة عمران: سأجعل هذا الولد النجيب من أولادي
طالب علم وداعية إلى الله، وستحمل تكاليف حياته ونفقاته طول ما أنا على قيد الحياة، وليكن حاملا لدعوة الله عز وجل ليقود الناس بخير وتقوى وإيمان، وينظر إليه كأنه من حملة هذا الدين، بل هو من حملة هذا الدين ومن أتباع سيد المرسلين، فيكون قدوة حسنة للناس. كم من الناس يفعلها؟ البارحة تكلمنا، ما بدي ابني غير يطلع دكتور، ما بدي إلا مهندس. طيب بالله عليك، من سيكون طالب علم؟ من سيجلس مكاني هنا؟ من سيصعد إلى المنبر لتدرس الناس؟ من؟ الواقع أننا بالعكس، عكس الذي قلته الآن آنفة، أننا إذا وجدنا ولدا من أولادنا صغير العقل، ضعيف التفكير، هزيلا، لا ينبغ في شيء، لا يحسن شيئا، دخله شريعة. يا أخي هذا تقصيرنا نحن، لا تلوم بعد ذلك أحدا، أنت المقصر. أذكر قصة سمعتها من بعض مشايخنا من أزيد من 20 سنة، وحينما حكاها لنا، وكان شيخنا متقدما في السن رحمه الله، أيضا حكاها لنا عن مرحلة من حياته مضى عليها سنوات طويلة، يعني القصة قد يزيد عمرها عن 50 أو 60 سنة. دخل إليه يوما رجل من أكابر الناس ذو قيمة، ممتلئ مالا ومنتفخ بنفسه، دخل يزور الشيخ مع بعض الناس، فجلس، وأمثال هؤلاء إذا جلسوا لا يريدون إلا أن يكون صدر المجلس لهم، فإذا تكلم أحد في المجلس أسكتوه، نحن من فهمت ماذا. وجلس يقول: أنا يا شيخي ولدي فلان طبيب، ولدي فلان مهندس، ولدي الثاني محام، وهكذا. وأفرغ ما في جعبته، فلما فرغ قال: يا حاج فلان، هل هناك ولد من أولادك طالب علم يخدم هذا الدين الحنيف؟ فنظر إلي هذا الرجل مستغربا: طالب علم؟ قال: نعم، طالب علم يخدم هذا الدين الحنيف. فسكت الرجل، فقال: جزاك الله خيرا يا أيها الحاج، ألا هم لك في الدنيا إلا الدنيا؟ أليس لك موعد آخر؟ ألا ترجو أن يكون هذا الولد الصالح شفيعا لك يوم القيامة؟ يقف أمام الله ليقول: يا رب شفعني في أبي، فيقول: شفعتك فيه، أدخل بشفاعتك يا أبا هذا الرجل، أدخل الجنة. ألا ترجو ذلك؟ قد يقول قائل: أليس في المهندسين والأطباء والمحامين وكذا أناس صالحين؟ نعم نعم، هذا والديننا يأمرنا أن نكون في كل شيء أعلى الناس وأكثر الناس علما، ولكن بالذات العلم الشرعي من سيحمله؟ من سيكون حامله؟ إذا كنت أنت تقول: إيش ده يطلع ابني شيخ؟ كم كنت أسمعها قديما، ولا يزال البعض يقولها: مخص الموات، إلا مقدم بالجامع بعمل لك هيك، ويحتاج قطع يدي حتى يتأدب مرة أخرى. أليس هذا فينا إلى اليوم؟ طالب العلم هكذا ينظر إليه؟ لماذا تصلي وراءه إذن؟ لما تصلي؟ هو إنسان من سقط المتاع، لا تصلي خلفه يا أخي، هذا لا قيمة له، أنت صاحب القيمة العظيمة. يا أيها الإخوة، والله نحن الذين قصرنا في حق ديننا. كما قلت، قد تقول: إيه رواتب قليلة، ما أدري إيش، ما يستطيعون أن يكون. يا أخي والله أنا أقولها عن نفسي، لا أقول مدحا ولا غير شيء، أنا لله الحمد مكفي تمام الكفاية، يدفعني الكلام دفعا إلى أن أقول، وبفضل الله ما أخذ من أحد، ولعل بعضكم يعرف، لا قليلا ولا كثيرا، لا هدية ولا غير هدية، بفضل الله لا هدية ولا غير هدية، يعني مو صدقة، هدية لا أقبل، بفضل الله أنا مكتف تمام الكفاية، وهذا فضل الله علي ومنته، وعلى كل إنسان جد مع الله تعالى، الله يغنيك وهو خير من خلقه، لكن أمل به خيرا يا أيها الإنسان، الرزق لا تأتي به أنت،
كم من إخوتنا من درس على زعمهم دراسات عظيمة وكذا، ونعرفه ليس في المال ذا كثرة، هو في قل من المال. سبحان الله، هذه المسألة يا أيها الإخوة تحتاج إلى مراجعة بيننا وبين أنفسنا. ينبغي جميعا إن كان لنا ولد صالح، ولد فيه علامات الخير والفكر والذكاء، أن نقول إن شاء الله سأجعله خادما لهذا الدين. فربنا لم يدرس العلوم الشرعية، تعلم أي علم آخر سأوجهه مثلا للقرآن ليحفظه، سأمره بأن يكون ملتزما بالدين. فإذا كان طبيبا يقال انظروا لهذا الطبيب المسلم ما شاء الله عليه، يخدم الفقير، متقن لعمله، جاد في أدائه. انظروا لهذا المهندس المسلم الملتزم الذي يقوم بأداء عمله على خير ما يكون، يكون مشرفا على أبنية تامة البناء وحسنة الشكل والهيئة والمظهر. هذا الذي نسعى إليه يا أيها الإخوة، بهذا نرفع قوام ما أمرنا الله تعالى به أن نهتم به. أبناؤنا هؤلاء وديننا يحتاج إلى أن نخدمه كما شرفنا الله تعالى به. الله تعالى شرفنا بهذا الدين واختارنا من بين الأمم، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لنكون حملة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن قصرنا فيها جميعا فمن يحملها؟ فمن يحملها؟ لما أذكر لما دخلت كلية الشريعة قبل 20 سنة، أحد أقربائي لا زال موجودا قال: ما الذي دخلته؟ قلت: كلية الشريعة باختياري ورغبتي. فنظر إلي: شريعة؟ حدا بدخل شريعة؟ هكذا يقول، حدا بدخل شريعة؟ معقول يعني أنت طالب فضل الله كنت مجدا مثلا، حدا هيك بساوي؟ كأنني ارتكبت جرما أو موبقة من الموبقات أو معصية من المعاصي، بل لعلني إذا ارتكبتها لا يعاتبني أحد. لعل كثيرا من الناس اليوم هم آباء إذا رأوا ولدهم ذهب إلى المسجد تصير شيخ من هالله، طول بالك، على مالك ابني، على مالك، لحقان للساعة، الله شوف حياتك. ترجمها لي، أنا لغتي ضعيفة في هذه المسائل، يعني افعل الموبقات جميعا ثم إن بقيت إلى 60 تتوب إلى الله، وأنت معك صك بقاء إلى 60 تعيشه من الله عز وجل، ولا تدري أنك بعد لحظة أنا أو أنت أو غيري أو صغيرنا أو كبيرنا يأتي أجله فينتقل إلى الدار الآخرة ليلقى جزاء عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله، هذا الدين يحتاج منا إلى بذل، إلى تقديم صورة طيبة لأنفسنا ولأصدقائنا، بل ولأعدائنا، أن هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لخلقه، وأن أبناءه وأن أتباعه جديرون بحمله، وأننا نمثل صورة مشرقة لما كان عليه أجدادنا من خيار المسلمين من زمن سيدنا رسول الله وأصحابه الكرام إلى كل من جاء بعده من الذين حملوا ديننا خير حمل وقدموه أحسن تقديم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا خير خالفين لخير سالفين، وأن يرزقنا حمل هذا الدين وتقديمه للناس على خير ما يكون. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.